وآله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا الصلاة علي فإن صلاتكم علي مغفرة لذنوبكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. والآن مع موشح من وحي المناسبة مع الحاج أبو علي طالب جفان، نستقبله مشكورا ومصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني لأول مرة بطلع على منبر الحسيني وباللهجة اللبنانية، يعني بدكم تسامحونا إذا غلطنا، إذا غلبطنا يعني. لا تزعلوا. بدنا نقول كم موال عتابة للرسول أهل بيته صلى الله عليه وسلم، فتعذرونا إذا لأول مرة عم بيعرق. لك زيد الصلاة على النبي أفضل لنا، زيد الصلاة على النبي أفضل لنا. قالوا محمد للهدى، محمد للهدى لافف عبيته، محمد للهدى لافف عبيته، علي المرجلي لابس عبيته. لك لما كرروا الأعداء الهجم، لك لما كرروا الأعداء الهجم، عبيت وفديت يا علي وكنت السبايا. لك حيدر إمامي والحسين حسيننا، حيدر إمامي والحسين. النبي لما لآياته تلاها، ولا مر عن ذكر الله تلاها. النبي لما لآياته تلاها، ولا مر عن ذكر الله تلاها. لكن بالعدنان، لكن بالعدنان هالدنيا تلاها، ثقة وإيمان بظهور الكتاب. زيدوا الصلاة على النبي أفضل لنا، زيدوا الصلاة على النبي أفضل. لك بغدير بغدير خم حيدر نافت كبير، لك بغدير بغدير خم حيدرنا فتكبير، وعلت أصوات أنصارنا فتكبير. ولك مثل حيدر، لك مثل حيدر ما خلق الله فتكبير، ومثل شفرة علي ما خلق شفار. لك مثل حيدر،
لك مثل حيدر ما خلق الله فتكبير ومثل شفرة علي ما خلقت شفار. زيدوا الصلاة على النبي أفضل لنا زيدوا الصلاة. قالوا في عندك ناس في عندك ناس بيقولوا علي مين ما بيعرف الإمام علي صلى الله عليه. قالوا في عندك ناس في عندك ناس بيقولوا علي مين لك الإنس والجن بفعالوا علي مين لك لزن الميسرة نزل الميسرة على اليمين لك صرخ بالخيل سكت عالركاب. سلام عليكم. أحسنتم. طيب الله أنفع.